صافي. مهمتي مهمتي الحبيبه ديالي الحبيبه، هضري معايا، اجي هضري معايا. لا لا غير خلي، لا غير خلي اختي. راه قلتي ما بغاش تباني، راك غتباني. تباني اختي، واجي حداها، واجي حداها. وصافي اختي حيدي، صافي ماشي موش. اها واخا عبد المولى، عبد المولى من بعد قبل ما نديوهم للسبيطار. ها هما لومبيلونس جايين، شي واحد يمشي وقف حدا البلاصه فين قلت لكم باش لومبيلونس تهزها. مهمتي جلسي وهضري معايا، جلسي وهضري معايا. ماما خليهاني غير الا مخيط دار. ديري اختي، ديري اختي عاوني. نجات ديري ظهرك ودوي معاه. حني ابني. اشنو وقع لك؟ هذا ولدك، هذا مينتي؟ ولدي هذا وليدك، ولدتي من كوريا شتك. حني بالفراش. اشنو دار لك مينتي؟ مسخوط دالي رزقي، كتبت ليه، كتبت عليه يا دارني، طلعته وبنيته. اختي خليها تدوي هي، الله يرحم لكم الوالدين باش نسمعوها. طلعت الدار. اي مينتي. ما حنت عليها. وبالتالي كتب لي، كتبت لك المصطاح. الدريه كانت مريضه ولدي المصطاح انا اللي شريتها من عندو، قلت له كتب لي غير صطاح من اللي ديت كل شيء. ولدي اللي بصطاح دابا الفقس هما يمشي شاد قاصني. ودابا هذا وليدك اللي داير لك الافراغ، بغى يجري عليك. شفتو على الشوك. داريه 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 الافراغ، داريه الافراغ. وانا بحال عندك الوليده تمنت حدي، هو حدي 8 7 البنات والجولاد الدبريه الطفله اللي معاوناني تغاب الفراغ، والمصطفى ونجات دعاهم بالفراغ وانا تعاني بالفراغ. واش هو مرته مهمتي اللي داروا لك؟ ومرته هو اللي داير لي هادشي، مرته اللي محرشاه عليا حتى ال 11 تاع الليل، وجابت البوليس وقالت له مراه يعايروا فيا، وهي هي اللي كتعاير راه مشي جلاها بنتي، بنت بنتي، ورانا غادي نموت. شنو اللي يخلي ولدو هذا ولدك وضربتي عليه تماره؟ للاسف الشديد مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. واش كاين شي سخط اكثر من هذا؟ راه بغض النظر شي، ولو تكون هذه السيده ما عرفت اشنو دايره لهذا الولد، ما يمكنش انني نشوف مهمتي بهذه الحاله هذه. مشاهدين راه كاع الجيران شاهدين بان انا مطلع، وكتب ليا وسنى ليا وما دخلنيش المحافظه، وما دخلنيش من يلا دخل المحافظه هاد الايامات وما دخلش. دابا انت ما بقى عندك والو في هاد الدار كلها. ها لا السطح ديالي، وقال لك ما ديالك حتى حاجه. وبنتي شاريه من عندو زوب حاجه. منين جا هاد، منين جا هاد 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 الاحساس وهاد الشيء؟ منين جا هاد الشيء؟ مرتو مسخوطه، مسخطه، محنوني، مرضوني. واخا مرتو، مرتو واش هوايا ما عندوش العقل قصير؟ محنتي وانا ساخطه عليه، وانا ساخطه عليه وما حني، ورانا غادي قلبي يسكت، ورانا سخط من لومبيلونس جايه، ورا قلبي غادي يسكت بنيتي. دابا صافي دار لك الافراغ بقوه القانون. جاني بالقوه، رجوني اليوم البوليس، خرجوا لي هذا حوايج ولدي، خرجوا حوايجني، قال لي خرج لالا عندك الافراغ. وعباد الله ما حني، بغيت نمحين. وا سيدي ربي، لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. بركي بركي حداك، بركي بركي باش تقدري، باش تهضري على خاطرك. بركي بركي بركي، دير الولد صغير. شحال عنده من عام ولدك؟ شنو كيدير؟ فاش خدام؟ زيد في السن صيفطتو للطليان، درت له المصبانه، ودرت له اخواتاته واقفات معاه، وانا واقفه معاه، عطيتو رزقي برزقي باش وقفتو. بس صيفطتو للطليان، بعد سرت له وبعد
الكلاده وصيفطوا في الطياره وصيفطوا وجه ولا يخدم وقدرت تعالى تشريك الدار. شي كلشي ما عقلش عليه ما ما عقلت على حاجه. انا ساخط عليه، انا ساخط عليه، لا في سميها وليه لا في الارض يطلع. انا ساخط عليه هو ومرته ولاده، وبنته ولات تعايرني في الليل، وبنته جات يعايروا فيا، وانا بعد كان لي في رزقي وكان لي في ديالي، بنيت الدار بعد 17 وسطاني وظلمني وجاب لي. هيا جاي هيا جاي سطاني محني محني خصهم يطلعوا يهزوها، خصهم يطلعوا يهزوها. عذبني 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 محني محني. واش اممتي عاد دار لك هكا؟ شحال هادي ما كانش هكا. من العيد الميلود مقطع الغايه قطع لي الضو. بلاتي نسولوا اختي هكا. اختي هضري انا ما عندي ما تبانيش هكا اختي. شحال هذه هي اللي كبرت عرفتي الام كي دايره تكبر وتردع وتحمل، هي اللي عطات وثائق ديالها الفلوس ديالها كله بين بين المراه بين الام والولد ما كاينش الوثائق. عندها الطاش الثالث والرابع وش حكم عليها؟ دالا رزقها كله ومريضه ومراه مسنه، عندها القواط عندها القلب عندها الطونس. دابا هو استولى على كل شيء، استولى على كل شيء، قال لهم حقه هو شارع لها الشياع الدار كلها. هكا الحاجه هكا الحاجه الحاجه هكا زبيده. اجي اختي اجي غطي وجهك هكاك واجه. لا انا بنتي لا ما بنتيش ما بنتيش. السلام عليكم. هذا بغينا يكون هذا الشيء الراي العام ويعطينا هذا السيد حقنا. حقر عليا انا امي، امي ارمال امراه كبيره في السن في عندها الامراض المزمنه من القلب من القواط من الطونسيون من الكلاوي من كل شيء. شردها خذ لها رزقها من فلوس ومن ذهب كاع دا لها كل شيء، وراها دابا محنا وراها كتسخط عليه لحقاش هلكها وقت لها. انا شاري الطابق الثالث ونكرني تا انا. حقر عليا انا مطلقه، حقر علينا هذا السيد طاغيه. حنا بلاد الحق والقانون وبلاد المؤسسات فين غنمشيو؟ حنا ما طالبين حتى واحد يعاوننا ولا يساعدنا ولا يشري لينا ولا يعطينا، بغينا حقنا. نتمنى ويسمع هذا الصوت ديالنا، يسمعوا وزير العدل ويسمعوا السي الحموشي وعاش الملك محمد السادس. كنتمنى وكنتمنى وكنترجوكم المجلس الاعلى والناس اللي في القانون يعطيونا حقنا من هذا السيد. لحقاش ما باغين يشري لينا، ما طامعين في بنادم يشري لنا فيلا ولا قصور ولا بارطمات ولا عمارات، باغين حقنا فقط، باغين حقنا من هذا السيد. راه حقر علينا حقره كبيره وبلادنا بلاد الحق والقانون، بلاد الحق والقانون. السي الحموشي وزير العدل كنتمناو منكم تشوفوا هذا الصوت وتسمعوه وتسمعوا بالاذان ديالكم وتاخذوا بقلوبكم من هاد المراه المسنه اللي فيها جميع الامراض. شردها خذ لها رزقها وخذ لها ذهبها ووصل هاد الحاله. لا يحلى حوايجها كيتقاسم معاها ما من هذه عام كيطلع عليها وكيهبط وما كيدويش معاها. كيفاش هاد السيده المكلومه باقا حيه مسكينه؟ كيفاش هاد السيده يعيرها ويشتم فيها وكلمات مشينه من المراه ديالو صاحب السي الحموشي؟ كنتمناك تاخذنا مجرى في هذه الايام، في مجرى في هذه الايام من هذه السيده المكلومه. وعاش الملك، عاش الملك محمد السادس، يعطينا حقنا ويسمعنا ويشوف من حالنا. خمسة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني في انتظار وصول سيارات الإسعاف لعين مكان باش تهز هاد السيدة هادي اللي للأسف الشديد كيف ما كتشوفوا كيف ما كتسمعوا هذا راه الابن ديالها اللي ولدت وضربت عليه التماره وهزته في كرشه 9 شهور وحملت هو هنا على وهن ورضعاته وركباته وسهرت عليه الليالي. واخا تكون مك ما نعرف كيفاش دايره، مستحيل انك تشد مك وتجيب لها القوه رجال الامن باش انهم يديروا لها الافراغ من الدار. واخا تكون هذه الام ديالك ما مزياناش الله سبحانه وتعالى تيقول ان خصنا نطيعوا والدينا الا ان يشرك به، وبالرغم من ذلك تعاملهم بالمعروف. يعني ولو ان والديك يقولوا لك ما تشركش بالله سبحانه وتعالى خاصك تصاحبهم في الدنيا بالمعروف. والرسول عليه الصلاه والسلام كيوصي على الوالدين وخصوصا الامهات، امك 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 ثم ابوك. يعني هذا الانسان هذا حنا ما بغيناش الام ديالو تسخط عليه سخط صعيب، لان الرابح راه من الوالدين والخاسر راه من الوالدين. حسب تصريحات ديال العائله ان الزوجه ديالو هي السبب في هذا الشيء،
بعض الزوجات الله يهديهم اللي كيحاولوا انهم يكفروا الازواج ديالهم، ولكن راه خصو هو يكون بعقله. كيفاش هو ممكن انه يطيع الزوجه ديالو؟ بقى يهضري معايا باش ما تغيبيش، باش ما تفقديش الوعي ممكن. غير شويه تعيني قدامه بنته ونادت في الليل عارفني بنته، قالت لهم ديوال دار العزازه. بنته قالت لهم ديوال دار العزازه؟ علاش ما عندكش ولاد اخرين يهزوك؟ عندي بناتي. هو اللي خطيهم عليك. محنوني بغيت لهم المحاين، عزموني بغيت لهم العذاب. انا اللي بنيتها، انا اللي كنت وانتي كنتي عارفه مهمتي داعيك على الافراغ عرفتي؟ راني راه جاني العون، من جيني العون نبدا نقفقف، راه من يجيني العون نبدا نطق لي عمر رقدت وما نصليش في خاطري. وشو ما عندوش فين يسكن هذا الولد؟ عنده سبعه طوابق، سبعه لي زيتاج، سبعه ديال سبعه طوابق عنده. صافي ويعطيها هو احسن طابق يعطيه لها. اختي سمعي اختي، انا هانتي سمعي اختي، شوفي انا شاري الطابق الثالث وهي الحاجه شاري الطابق الرابع، شرات بفلوسها وبذهبها وبرزقها باش شرات هادشي، باش شرات هادشي باش شرات، وملي دار كتب لها الطاج الرابع وتملص من الضريبه دار 5 ملايين. لا اله الا الله. اذا متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا من بالضبط من عين الشق، واقعه اللي كتصدم صراحه، صدمه انك تشوف ابن كيدعي الابن الام ديالو، صدمه واش من صدمه، غير الله يحفظه وصافي. حنا كنقولوا علاش الشمس مابقاتش كتنزل، وعلاش مابقاش بزاف هاد الام هادي اللي كنشاهدوها دابا. صافي هاي الاسعاف جات، صافي مزيان. إلى مباشر آخر، إلى اللقاء.